العراق بلد الخلاف والاختلاف، ماكو شيء ما نختلف عليه، وخصوصا بالسياسة، فكيف مع ملف مهم مثل ملف مجالس المحافظات؟ هذه الرؤية هذه فشلت في التطبيق يعني على أرض الواقع بالعراق، وبالتالي شكلت حلقات زائدة من الفساد ومن البيروقراطية، وكذلك أثرت على النظام الديمقراطي بدل أن تخدمه بالدرجة الأساسية. يعني إحنا اليوم نشوف السلاح مؤثر على القرارات الحكومية ومؤثر على القرارات والاتفاقيات الدولية. طيب إذا أنت اتفاقية دولية ما قادر تحميها من سلطة السلاح ونفوذ السلاح، شلون أنت راح تضمن عملية ديمقراطية ومراقبة بشكل يعني نزيه بوجود السلاح؟ شارع منقسم، الأغلب غير ذاهب للانتخابات، ولكن احنا بدورنا دائما ما نشجع للانتخابات بالمشاركة باختيار من يمثل الجمهور تمثيل حقيقي، وهنا يجي دور المرشح ببرامج الانتخابية، دور الأحزاب اللي موجودة، دور شلون تطرح نفسك وتقنع جمهورك انه ينتخبك او الجمهور الموصلي. هنا انا من اكو مجلس محافظة، هنا راح يكون اكثر من طرف راح يتدخل بهذا الموضوع، وراح ما ممكن يكون جهة واحدة مسيطرة على القرارات داخل محافظة نينوى، لأن اكو رقابة قريبة جدا، إذا ما كانت رقابة على المشاريع كانت رقابة على يعني على تنفيذ المشاريع، كانت على رقابة على الخطط التي توضع للمشاريع، كانت رقابة على بعض الشيء من التنفيذ، فمن يكون أكثر من طرف داخل المحافظة أنا اليوم أستفاد من المنافسة اللي موجودة بين الأحزاب بدورها الرقابي بالضغط الجماهيري. نظرتنا للفترة اللي سبقت 2014 بالمجالس السابقة هي نظرة أقل ما يقال عنها أنه هي نظرة غير ناجحة، بالمهام اللي كانوا يؤدوها، بالدور اللي كانوا يؤدوه أعضاء مجالس المحافظات، لكن بحقيقة الأمر هو لهم دور. اليوم مجالس المحافظات وجدت بالدستور، هي واحدة من الأدوات اللي تمنع التفرد بالسلطة على مستوى المحافظة، بس لما نحكي على النسبة اللي هي كانت سابقا مشاركة بالانتخابات فأنا أعتقد هي نسبة متقاربة، لا تزال الأحزاب محافظة على جمهورها بنسب معينة بتفاوت قد صعود ونزول، وكذلك أكو أحزاب جديدة هي قدرت أنه تسرق من جمهور الأحزاب السابقة، لكن للأسف أكو نسبة لا بأس بها، هي لا تزال مقاطعة، وهذه موقفها يعني ثابت، يعني عدم قناعة بالعملية السياسية، عدم قناعة بالانتخابات المجمل، وأتصور أن هذا الأمر لا ينطبق فقط على الأنبار، ينطبق على عموم المحافظات.